أهلا بكم يا شباب مرة تانية أو مرة تالتة. نكمل مع بعض إجابة التدريب اللي قدامكم. آخر حاجة أستأذنكم كل إيه في الكاميرا. يلا يا شباب، إحنا خدنا الاسم المعرب مصر زي ما زميلنا كان قال، والمبني عندنا كلمة رفعتها الهاء. وفي كلمة هي، زميلكم صح كلمة هي. طيب عندنا دلوقتي رقم جيم بيقول تخير الصحيح مما بين القوسين. عندي 100 يا ترى كتاب ولا كتاب ولا كتابا؟ بدر عصمت اتفضل. اتفضل يا بدر. كتابا كتاب، احسنت، لان تمييز 100 بيجي مفرد مجرور. شكرا يا بدر. قرات 8 يا ترى موضوعات قصص موضوع. حرف الام اتفضل. اتفضل اسمك الاول. طيب نيجي نور سعيد، اتفضل يا نور. نور اتفضل. يبدو انه في مشكلة هناك. طيب نسمع عمر أحمد. موضوعات موضوعات، أحسنت. بس يا عمر عندي سؤال، 8 مؤنث المفروض يجي بعديها مذكر صح؟ احنا بناخد المفرد بتاعها. أحسنت يا عمر، أحسنت، بارك الله فيك يا حبيبي، أحسنت. بناخد المفرد موضوع مذكر. طب رأيت نقط طائرة، يا ترى 29 ولا 29؟ ده 29 ولا 29؟ إيه يا شباب؟ نسمع ملك وليد، اتفضلي يا ملك. بس انا قبل ما اجاوب بس عندي سؤال، اتفضلي. هو هنا منحها الله منزلة عظيمة، فين الفاعل؟ من الهاء؟ لا، الفاعل الله زي محمد. ايوه مين اللي منح الله؟ منح ايوه مين؟ ايوه منح مصر اللي هي الهاء. ايوه صح. ماشي يا ملك. عندك تعرف تجاوبي ولا اسال زمالك؟ طب خلاص، لا حد تاني. طيب اوكي يا ملك. نسمع عمر احمد. ايه رأيك؟ ايه يا عمر؟ 29. طيب 29. اولا هي هتعرف 9 ايه يا عمر؟ 9. رأيت انا مفعول به. مفعول به. طب ازاي يبقى 20؟ مش معطوف، هيبقى معطوف منصوب. يبقى 29. 29. شكرا يا عمر. رقم د، صوب الخطأ. قرأت 23 كتابا في النحو. نسمع مصطفى بكر. مصطفى بكر اتفضل. أيوة مصر. قرأت 23 كتابا في النحو. أحسنت، أحسنت. قرأت 3 بالتاء المربوطة، لأن ثلاثة أيوة تخالف ما بعدها. أنت أحسنت يا مصطفى، أنت أجبت إجابة صحيحة. 23 كتابا. شكرا يا مصطفى. طب أعطيت 15 جائزة للفائزين. أي يا شباب؟ أعطيت 15 جائزة للفائزين. نسمع نسمع مازن، اتفضل يا مازن. هتبقى أعطيت 15 جائزة للفائزين. أحسنت، أعطيت 15
جائزة للفائزين. طيب مين يعرف يعرب كلمة 15؟ أو مين يعرب الجملة كلها؟ مين يعرب الجملة كلها يا شباب؟ اسمع يوسف عمرو، اتفضل يا يوسف. هو أعطيته مستمع، أعطيته هتبقى فعل ماضي. تمام. مبني على الفتح. لا مش مبني على الفتح، مبني على إيه؟ مبني على السكون. لاتصالي بإيه؟ لاتصالي بتاع الفعل. لاتصالي بتاع الفعل، أحسنت. يبقى أعطيته فعل ماضي مبني على الإيه؟ على السكون، اتصالي بتاع الفاعل. وتاء الفاعل فاعل مرفوع علامه رفعه ضمير مبني في محل رفع. احسنت. طب و15 او 15 تبقى تمييز. لا 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 لا، اللي بيجي بعد العدد هو التمييز مش العدد نفسه. اه مميز. اه المميز بيعرب ازاي؟ حسب موقعه في الجمله. موقفه الجمله يبقى مفعول به. بس احنا اتفقنا يا عمر ان العدد المركب مع عدد 12 مبني، فليه اعراب ثابت. بقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل، شوف بقى محل رفع نصب جر، كمل كده فكر. هتبقى ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به، برافو عليك. طب جائزة؟ جائزة هتبقى مضاف إليه؟ لا، اللي بيجي بعد العدد بيعرب إيه؟ تمييز. تمييز. تمييز إيه؟ منصوب ولا مجرور؟ لا هنا هتبقى تمييز مجرور. لا منصوب، 15 بيجي بعدها منصوب. المجرور بيجي بعد المية والألف ومن ثلاثة لعشر بس. يبقى تمييز جائزة تمييز منصوب بالفتحة. طب ليه الفائزين؟ ليه الفائزين هتبقى لام؟ اللام هنا تبقى لا محل له من ال... اللام حرف جر. والفائزين؟ والفائزين هتبقى اسم مجرور. اسم مجرور علامة جري؟ بالكسرة. بالياء. مذكر سالم الياء. شكرا جزيلا استاذ كريم، لو سمحت عشان يعني عيب اللي انت بتعمله. طب يا شباب نكمل. لحظة معايا، خليكم معايا. طب يا شباب عندي اكتب العدد بحروف عربية. استعرت من المكتبة 13 قصة و14 كتاب. مين يكتبها يا شباب؟ بدر عصمت اتفضل. 13 قصة. 13 قصة و أربعة عشر كتابا. شكرا جزيلا. يبقى استعرت من المكتبة ثلاث عشرة قصة وأربعة عشر كتابا. شكرا جزيلا. السؤال اللي بعديه، في المدرسة 12 معلمة، 45 معلم، 13 فصل، وفي الفصل 24 طالبة. يا شباب نسمع رؤى أيمن اتفضلي. في المدرسة سنتي اللي هي بياء. لا ليه يا ملك يا رؤى؟ في المدرسة 12 معلمة دي جملة اسمية، في المدرسة شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، يبقى ال 12 تعرب ايه؟ في المدرسة خبر مقدم هتبقى 12 مبتدأ. المفروض مبتدأ مؤخر. المبتدأ بقى مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. يبقى في المدرسة ايه؟ ها؟
سنتين؟ لا اثنتا بالالف. طب احنا مستر ايه حذفنا النون يعني؟ دايما في 12 بنحذف النون بتاعت الاثنين. يبقى في مدرستي اثنتا تمام ومعلمه اثنتا عشرة معلمة، لأن الاثنين والعشرة بيوافقوا اللي بعديهم. ماشي. وخمسة تمام. وأربعون تمام معلمة. معلمة. وتلتاشر وثلاثة أحسنتي، أو ثلاثة عشر فصل. فصلا جميل. وفي الفصل وفي الفصل ثواني يا مستر ثواني أربعة وعشرون. أربعة وعشرون طالبة. أحسنت يا رؤى، بارك الله فيك يا رؤى، أحسنت. يبقى يا شباب نقولها إزاي؟ في المدرسة اثنتا عشرة معلمة و خمسة وأربعون معلما وثلاثة عشر فصلا وفي الفصل أربعا وعشرون طالبة. رقم ثلاثة، في جيبي 50 جنيه سأنفق منها 10 جنيهات. يا شباب اسمع، عمر أحمد، في جيبي 50 جنيها، في جيبي 50 جنيها تمام، 10 جنيهات أنفقت سأنفق منها 10 جنيهات. شكرا جزيلا. أول محاولة للطيران كانت عام 852 ميلادية. إيه يا شباب؟ اسمع مصطفى بكر، اتفضل. أني واحدة مستر؟ رقم أربعة. أول محاولة للطيران كانت عام 800 أحسنت واثنين وخمسون. واثنين ولا واثنين؟ كانت عام بسمع دايما التواريخ مستر بتتقال مرفوعة. إيه يا حبيب؟ التواريخ دايما بسمعها بتتقال مرفوعة. لا مش حسب مقاطع، حسب مقاطع في الجمله. 800 هتبقى مضاف لي عشان بعد العام. ايوه ماشي. 852 من الميلاد. احسنت. 52 مش بسمعها مجروره او منصوبه، بسمعها دايما مرفوعه. التواريخ لو لوحدها، لكن هنا التواريخ ما بتعرف حسب مقاطع في الجمله. ماشي ماشي شكرا. اللي بعد كده جاء إلى المدرسة 25 زائر. 25 زائر يا شباب. مازن هتبقى 25 زائر. جاء أحسنت، 25 زائرا بعد الراء ألف. حضر الحفل 12 شاب و 25 فتاة. يوسف عمرو تفضل. تبقى مستر حضر حفل 12 شابا. احسنت، 12 شابا و 25 لا 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 فتاة. خمسه بتخالف ولا توافق؟ لا وخمس وعشرون فتاة. احسنت، 25 فتاة. رقم سبعه، اشترك في المسابقه الثقافيه 10 طلاب و 17 طالبه. زياد وائل تفضل. اشترك في المسابقة الثقافية 10 طلاب تمام و 17 طالبة. أحسنت، 17 طالبة. أحسنت يا زياد، بارك الله فيك. يبقى عندنا اشترك في المسابقة الثقافية
عشرة طلاب و 17 طالبة. كرمت الدولة 11 عالم. اسمع جودي محمد، تفضل يا جودي. كرمت الدولة 11 عاملا. عالما، احسنتي احسنتي يا جودي. عالم. كرمت الدولة 11 عالما، بارك الله فيك. رقم 9، كرمت الإدارة 5 معلم و 14 طالبة. بدر عصمت اتفضل. كرمت الإدارة 5 معلم. خطأ، الخمسة يا بدر بيجي التمييز بتاعها ايه؟ مفرد مجرور، جمع مجرور، مفرد منصوب. مفرد مجرور. لا، الخمسة جمع مجرور بالإضافة. يبقى ايه؟ خمسة معلمين. تمييز مجرور بالإضافة على مجاريليا. وأربع وعشر طالب. 14 كلها حقيقي. أربع عشرة عشان العشرة لما تكون مركبة بتوافق يا بدر. يبقى كرمت الإدارة 5 معلمين و 14 طالبة. رقم 10، قامت مدرستنا برحلة اشترك فيها 15 طالب و 12 طالبة ودفع كل طالب 5 جنيه أو 5 جنيهات. من يجاوب؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ اسمع نور، تفضل. 15 طالبا، صح. و و 12. لا، 12 جزئين بيوافقوا اللي بعديهم. واثنتا عشرة طالبة و خمسة جنيهات ودفع كل طالب 5 جنيهات. أحسنت. السؤال بعد كده، قتل المتعصبون 75 مشجعا. مكتوبة؟ مازن اتفضل. تبقى قتل المتعصبون 75 مشجعا. أحسنت، 75 مشجعا، أحسنتم جميعا. السؤال بعديه، سنة 2، اختر الإجابة الصحيحة. درجات السلم أكثر من يا ترى 8 8 8. تفضل يا عمر. تفضل يا عمر. درجات السلمي أكثر من 8. لا، 8 الأولى ليه؟ عشان احنا بنتكلم على الدرجات المؤنث، والمؤنث مع الثمانية يبقى الثمانية هتيجي مذكر، ومفيش الثمانية ما جاش بعديها التمييز ومش منصوبة هبقى هنشيل الياء. شكرا يا عمر. رقم 2، معي 107 أحمد أسامة جنيه. أحسنت، ليه؟ هبناخد الرقم الأخير 7 فتبقى جنيه. طبعا هتبقى خطأ، أنا آسف، هنا خطأ. ليه؟ لأن 7 الأخير 7 بيجي بعديها جمع مجرور بالإضافة، هتبقى إيه؟ مين اللي عارف؟ هناخد آخر رقم 7، التمييز بيجي جمع مجرور، هتبقى ملك اتفضلي. جنيهات. جنيهات، 107 جنيهات. طب مستر، هو لو هي 7 و لو احنا بدلنا هتبقى نيجي على 100. ال100 بقى يجي ايه؟ هتبقى جنيه. جنيه، لو 7 جنيه يبقى جنيه.
شكرا جزيلا. طب اشتريت ثلاثة، تفضلي يا ان. اشتريت ثلاثة كتب. كتب عشان بتخالف، احسنتي. في القصة ست عشرة، ستة عشر، ستة عشرة فصلا. زياد وائل. ستة عشر. رقم كام؟ الأولى، الثانية، الثالثة؟ ثانية. ستة عشرة أول واحدة. لا الأولى خطأ، هي الستة بتوافق وتخالف؟ تخالف، يبقى ستة. والعشرة مركبة، توافق وتخالف؟ تخالف. ستة عشرة، يبقى ستة عشرة، عشرة فصلا اللي في النص، ستة عشرة فصلا. شكرا يا زياد. أخذت أحد عشر ولا إحدى عشرة كتابا؟ ملك وليد اتفضلي. أحد عشر. أحد عشر كتابا، إن الجزئين بيوافقوا. رقم ستة. شكرا جزيلا يا ملك. لقد بنينا نقط مصنعا. جودي. لقد بنينا 19 مصنعا. 19 مصنعا، احسنتي. 10 مركبه بتوافق و9 بتخالف. شكرا يا جودي. رقم 7. قرات 12 ولا 12 ولا 12 قصه. محمد عادل. قرات 12 قصه. طب بص يا محمد، الاثنين المشكله ان انا بتلخبط، احط يعني استخدم اني واحده في رقم 12. طيب بص يا محمد، شايف اول واحده اللي اثنتا فيها تاء صح؟ التاء دي تبقى مؤنث. جميل، ماشي. والاثنين بتوافق التمييز، يعني لو التمييز مذكر هي مذكر، التمييز مؤنث هي مؤنث. اثنتا الاولى فيها تاء تبقى مؤنث، اثنا الثانيه في المثال في الاختيارات اللي في النص ما فيهاش تاء هتبقى مذكر. طب ايه الفرق ما بين الاولى وما بين الثالثه؟ ان الاولى فيها الف هيبقى مرفوع عشان مثنى مرفوع بالالف، الاخيره اثنتي هتبقى منصوبه او مجروره علشان علامه النصب او الجر الياء، هتبقى ايه حسب الاعراب بقى. الاول هنا قصه مؤنث، يبقى لازم اثنين تبقى زيها، والعشرة ما دام مركبه هتبقى زيها. طب نعرب هتختار المؤنث، هنلغي اللي في النص، اللي في النص ديت اللي هي متظلله هنلغيها خالص. ليه؟ علشان اثنين مذكر وعشرة مذكر ما ينفعش، لازم يجي بعديهم التمييز. لا هتبقى اثنتا يا عشرة الاخيره. احسنت، برافو عليك. لان قرأ فعل ماضي، تمام، والتاء تاء الفاعل. جميل. واثنتا هتبقى مفعول به منصوب بالفتحه. بص يا محمد، اسمها اثنتي. اثنتي هتبقى ايه؟ مفعول به منصوب بالفتحه. لا بالياء عشان مثنى. بالياء قصدي، معلش، عشان هو مثنى مؤنث. ومثنى قصدي. وعشرة هتبقى يعني عدد يعني مبني على الفتح في محل عدد مبني على الفتح لا محل له معرب. والقصه هتكون تمييز منصوب بالفتح. احسنتم يا شباب جميعا، بارك الله فيكم جميعا. ان شاء الله هبعت لكم الشيت دوت على الجروب بتاع التليجرام، ولو في حد حلوه، ولو في حد عنده سؤال في اي وقت ابعت على طول. في حد عنده سؤال قبل ما نقفل؟ شباب في حد عنده سؤال؟ يوسف عمرو رافع ايديه، اتفضل يا يوسف. مستر هو ينفع ديك بس تطلع لفوق كده لفوق اي رقم؟ لا انا كنت عايز اعرف في اختص رقم 3. رقم 3 اشتريته 3 صح؟
لا اللي هي كانت اللي هي 100 كانت 107 7 يعني اه 2 معي 107. فين اخر رقم هنا؟ 7 7 اللي بيجي بعديها ايه؟ جمع مجرور بالاضافه. يبقى هنختار ايه؟ جنيهات. طيب جنيهات مذكر ولا مؤنث؟ جنيهات مؤنث. لا مذكر عشان بالمفرد. المفرد جنيهات ايه؟ جنيه. يبقى مذكر ومؤنث؟ مذكر. ايه مذكر؟ يبقى اختار 7 جنيهات عشان جنيهات مذكر و7 مؤنث. طب ولو عكسناها وخليناها معايا 7 و100؟ 7 و100 اخر رقم ايه؟ 100. هتبقى ايه؟ جنيهن عشان المية بيجي بعديها مجرور. تمام؟ عندك اي سؤال تاني يا يوسف؟ لا شكرا. ماشي يا حبيبي، عفوا يا حبيبي. نسمع جمانة عمرو، اتفضلي يا جمانة. مستر، هو الامتحان يوم الثلاث اللي جاي صح؟ اه المفروض الامتحان يوم الثلاث الجاي، المفروض هم هينزلوا لكم المواعيد والارقام الجلوس والحاجات دي، ودي حاجات اداريه ان شاء الله ميس منى والاداره هتبلغكم بيها. لكن عندك اي سؤال في الامتحان النهارده؟ لا. ماشي يا جماعه، بالتوفيق جميعا. بالتوفيق جميعا يا شباب، ربنا يوفقكم. وان شاء الله كلكم موفقون وتحصلوا على الدرجات النهائيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.